ولي معتمد باش تخدم البلد هي، وتحب البلاد ورداك كما لا يحب البلاد احد هي، صباح المساء ويوم العطله ويوم الاحد هي. اسكت ما تقول الحد، حطوا ولي معتمد. ماذا قلت لي تحب تولي معتمد؟ ايه اودي ثبت روح نثبت زين ثبت عم ثبت هيا مالا استعد ها استراح ها واحد اثنين ثلاثة يسير 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 مهزوان.
قولكم؟ ها جو كبير الحقيقة، حديث على المعتمد وحديث على أحسن. تو أسمعني، علاش ركزتوا على شخصية المعتمد بالضبط؟ احكي لي. لا 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 لا. هي سلطة كما قلنا احنا موجودة في كل ولاية، والمعتمد يمشيوا له الناس الكل، هو قبلة للناس الكل باش يحل مشاكل هو يجي بين العمدة البسيط وبين الوالي. لكن بعد الثورة ولا حك راسك ولا معتمد ولا تسند هذه معناتها الصفة ولا هذه الخدمة النوبورتكي الكل انسان. احنا ايش قلنا فيها؟ قلنا تحيا بلادي وماليها وسيدي المتعمد والوالي اللي حط فيها وزعيمنا الاسد. أيوة. والعدالة عملت فيها تفلح ذاها ولد تونس دز الخير عليها. والعدالة عملت فيها تفلح ذاها ولد تونس. بلادي دز الخير عليها وما استنفع حد. كيفاش بلادي دز الخير عليها وما استنفع حد؟ ايوه. والقروضات اللي خذيناها راهي بلاش عدد، مشات الكلها لما ليها ونحن ريح السد. والغرب الثروات خذاها جات ربع وقعد، طاح الدنيا ينقب فيها ويجر بالعد. اي طاح الدنيا ينقب فيها ويجر بالعد. غاز وبترول معباها، غاز وبترول معباها، يتهز بالرد. الدنيا ضاقت، الدنيا ضاقت بذريها وجرعنا نقد. وتحيا بلادي وام ليها وسيدي المتعمد تعمد. غني هالو مد العودة. شكري. نحب نولي معتمد. اعطينا هذه بدنا تريف. هي كل مارشة بالله. مش ملحنة دي بالله. هذه نقولوا فيها تحيا بلادي وام ليها وسيدي المتعمد والولي اللي حط فيها وزعيمنا الاسد والعدالة عملت فيها تفلح ذاها ولد. بلادي دز الخير عليها وما استنفع حد، والقروضات اللي خذيناها راهي بلاش عدد، مشات الكلها لام ليها ونحن ريح السد. والغرب الثروات خذاها جات ربع وقعد، طاح الدنيا ينقب فيها ويجر بالعد. غاز وبترول معباها يتهز بلا رد، الدنيا ضاقت بذريها وتجرعنا نكد. الدنيا ضاقت بذريها وتجرعنا نكد. وتحيا بلادي وام ليها وسيدي المتعمد. وتدخل غنيه المعتمد. يعطيكم الصحه. هي الري حكايه المسؤولين هذه طرحوها برشا ناس. نحن نتذكر ونحن صغار في المصايف او كان يسمع فينا المدرب من يا ربي يفضله، هو نصر بن مسكينه كان هو مدرب المصايف ممتاز جدا الحقيقه، تعلمنا عليه برشا غناء ونحن صغار، وش يحفظ غناء وش يحفظ رقص وش يحفظ. تقول الراجل متخرج من دي كونسيرفاتوار، حفظنا غنايه فيها نقد لشكون؟ فيها نقد للمدير للاداره. مدير يا مدير والله هذا تقصدير، مدير يا مدير والله تقصدير، وانت يا قيم عام وانت يا قيم عام راهو عليك الكلام راهو عليك الكلام، نربط لك الاحزام ونضرب لك بالبندير. مدير يا مدير والله هذا تقصدير، يا كلك الطلاس معلمنا الحنظومة غير مقدومة لكنك لبلومة دي سرعت بشير. مدير يا مدير واحد أخرى. يا قيم ما نسيتكش، يا قيم ما نسيتكش، طاجين بهي محشي طاجين بهي محشي طاجين بهي محشي ومصار ندم فير. مدير يا مدير والله يعيك. اسمع ريت حبيت نقول لكم هذه تعلمناها عام 73. حبيت نقول لكم النقد للمسؤول في تونس من الاول كان من وموجود، وهذاك هو اللي يجعل المسؤول يخدم. صحيح. ايش تحب تقول انت وميمه؟ تو المعتمد هذا عاجبك انت وهالمسؤولين، شنو هي الحكايه نتاعهم؟ تو كيفاش تراهم انت؟ والله ماهمش قاعدين يقوموا بالمهام نتاعهم معناها على اكمل وجه، معناها فما حكايه فما خلل اكيد في الحكايه. تحس انت بالخلل معناها، وانت تغني وتخدم فيها الخدمه والمسرحيه مؤمنه بالنص هذاك، تعرف أكيد. اللي هو صحيح اي مؤمنه به النص هذا مهم، راهو مهم مهم. وانت عرضك في حياتك مسؤول ما قامش بواجبه قدامك؟ ريت حاجات قدامك ما ريتش، اما العباد الكل تحكي معناها وشي هذا معروف. انت عشت لازمك تعيش انت حكايه، ما عشت حتى مع المعلم قدامك، حتى في بلديه في مضمون، حتى في ما نعرفش شيء ما نعرفش.
بيروقراطية إدارية. إيه معناها يزمك تعيش وتدخل المجتمع على خاطر تنجم راو تحكي الناس حكايات غالطة تنجم، وهذا هي المشكلة ثم. أما هذا رابط الكل تحكي فيه. أي صحيح. يعني لكن شوف المسؤول ديما محطوط في بلاصة ضاوية، معناها الناس كلها تتوجه له بالنقد. الناس كل تلقى على خاطر هو في بلاصة ضاوية، هذا هو سبب موضوعي أنه هو معناها ينتقد منه، أنه تلقاه ديما ينقدوه على خاطر هو يستنوا ياخذ شوف اللي ياخذ القرار ديما مش يغلط وديما يتنقد. ديما يتنقد. ريت المشكلة لهنا معناها نحاولوا ديما الضوء انسلط عليه هو. أي صح صحيح. ملا نتعدوا ونشوفوا الفقرة اللي من بعد. لازمها سلطين وقلب وحدين، إذا وكل يشبع وإذا ضرب يوجع يرجع، قالوا حك راسك وعمل البوليتيك سيب عليه فرحين بالتعكعين والترافين، قالوا سيدي عامل بوليتيك. يا أمينة أمينة هات الماتريال عايز مني، هاي شدك حطها لعينيك وعينيك فيك شاهد الله عليك. هيا تفع علينا الضوء، تفع علينا الضوء. Thank you.
جو اللوحه ذي سماوها البوليتيك ذي، هكا نقولوا البوليتيك نحن. خلينا نفهموا نحن اكثر الاشياء. هو ضيفنا لكم خونا انور البصلي. عسلامه خونا، خونا انور البصلي راهو استاذ نتاع فلسفه، هو صحافي زاد معروف، فهمت؟ مرحبا بك. مرحبا خويا. مرحبا. انا رو كويكريتور، معناها السيبور نتاع العمل بديته انا. أي؟ بديت المشروع على اساس انه فما محمل، فما سيبور يوقف عليه الخدمه هذه. صحيح. الخدمه هذه عندها محمل، محملها الشارع التونسي. التونس بعد 14 جون في 2011، شنو هو اللي يجرى؟ داير حتى الفكره نفسها والمحتوى نتاعها الكل يدور حول الفضاءات المفتوحه، الشارع، الغناء، الشارع، البولفار، كل ما هو عنده علاقه بالتصورات المفتوحه، الشارع التونسي بكل تفاصيله، باهتماماته، بمشاكله، بضحكه، ضحكه الحلو وضحكه ساعات الملح. صحيح. ساعات اللي ما نقولوش نوار، اما نقولوا ضحك كالبكاء. اي وقابل الوضعيه، قابل الوضعيه، ولا خاطر بوه علمه الصبر، وبوه وامه تقول له وليدي فهمتي ولا ما يسالش، باهي الدنيا، ومعناها خذاك لي فالور هذوك. احنا مثل تونسي يقول كثر الهم يضحك، ولا احنا نضحكوا على رواحنا ونضحكوا من رواحنا ونضحكوا باش نقدموا القدام. اي هذا بيركسون، بالضبط. ساسيلورير نتاع بيركسون، بدون ما يولي درس نتاع فلسفه. احنا عملنا فكره ليروني اللي خلات اعمال خالده كبيره كيما نتاع شارلي شابلان. شنو اللي الروح نتاعها؟ الروح نتاعها انه كوميديا الموقف، ماهوش جدمو اللي موجود للاسف طبعا. اغلب الاعمال نتاعنا احنا عملنا على فكره كوميديا الموقف. حاولت تعمل كوميديا الموقف، ماهوش كوميديا الكلمات وتلاعب بالكلمات. هذاك علاش ما ركبناش كلام على الحان معروفه. ديجا بدينا من منطلق برودكسيون، انه الكلمات جديده واللحن نفسه سي برودكسيون ازيرو، دونك سي كرياسيون. خاطر ساهل ياسر نقعد انا وياك في القهوه تو ناخذوا اي كلمات نبدلوها ونعملوا كما يعملوا. صحيح. ما حبيناش نعملوا شي الثنية الصعيبة. هي صعيبة برودوير، سي ديفيسيل، تري ديفيسيل، سي تري ديفيسيل، وخاصة باش تعمل الكوميديا نتاع الموقف. بالضبط. كوميديا الموقف مش سهلة بالكل. صحيح. انك باش تعطي موقفك من حاجة. بالضبط. انت فنان وتعرف انه صعيب باش تضحك التونسي على حاجات هو يعيش فيها ويعرفها، ولكن انه تحملها له العمل الفني. صحيح. مع احترام شروط الفن. صحيح. مع احترام الروح الفنية، هذه لو بليز امبورطون في العمل. لكن انا نحب نفهم التابلو هذا اللي هو البوليتيك. يعني. شنو اللي يحب تحكيه؟ شنو تحبوا تقولوا فيه؟ نحب نقولوا انه ترذيل العمل السياسي. نحب نقولوا ما يتعلق اليوم بانه اللي ما عنده ما يعمل يعمل سياسه. نحب نقولوا انه 235 الف حزب في شعب فيه 10 ملايين. سيدي عامل بوليتيك يتكتك ويحب التكتيك. ناس كلها معناها ولات كاين مش يحل حانوت نتاع حلقوم، ولا مش يحل حانوت في طايري. مشروع. مع احترامي للمهن هذه، كل صنعه عندها معناها. هي مش كان مش يحل معناها. حتى اللي يعمل في الترافيك وحاطط يديه في رزق البليك يعمل في البوليتيك باش يغطي. كيفاش؟ شنو الكلام اللي قلته فيها هذه؟ هذه هو كلام مهنة. كلام سيدي عامل بوليتيك يتكتك ويحب التكتيك. كي تناديه وراه يجيك يترفك ويحب الترافيك، سارح في رزق البليك حاطط ايده يسرق. انا ذاك علاش عيطت لانور؟ على خاطر حسيت انه الكلام نتاع انور. نحب نسالك سؤال. تعرف انت شيخ امام بوتيكات الناتك والنات وشواء مفروشه وعمولات. يا حلاوه الناوك والنات، يا بلدنا يا اخر فتكات، بوتيكات الناتك والنات. الله شبيك لبيك. شبيك لبيك، فتح عينك. لبيك شبيك، غمض عينك. حتى تقول لي أوزك حوزك. اي وذنوبك لو تشوفك، لو فتح عينك فينك، لو فتح عينك، لو فتح عينك. يعيش اهلي بلدي وكيفهم ما فيش. الله الله الله. تحالف يخلي. أي. تحالف يعيش. أي. تعيش كل طيفه من الثانيه خايفه. الله الله الله. جميل. ورزقي ورزقك ورزق الكلاب ده موضوع مؤجل ليوم الحساب. هذاك في وقت اللي هم مين وهو احنا مين؟ الروح هذه موجوده. أي. احنا خدمنا عليها بتونستها، بروح التونسيه. لكن بتونس. بتونس تونسنا. لكن الهواء الهم العربي مشترك سيدي. أي. ما تنسيش احنا همنا تونسي، تونسي عطينا بلادنا. ما تنسيناش اهتماماتنا التونسيه. خدمتنا التونسيه لحما ودما واهتماما. تونس عندنا مشاكل في تونس لازم تحلوها في تونس.
عندنا مشاكلنا ومنحلوها كنا كيما نحلوهاش نحن مش نجيبوا ناس تحلها لنا. الفنان شنو دوروا؟ يحط صوابع صبعه على الجرح يضعوا الملح على الجرح حتى ينبه الناس. اذا كان ما يكونش الفنان عنده رساله عنده موقف عنده اهتمام بقضايا المجتمع نتاعو ما معنى له اي معنى له. تو 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 الاستاذ اش بدلنا الشيخ الامام تسمعنا حاجه على الشيخ الامام وتحبوا انت تو الشيخ الامام. انا نتذكر كنت صغير عمرك 19 سنه كنت غني لنا الشيخ الامام قبل. دول مين دول مين دول اولاد الفنانين دول مين ودول مين دول اولاد الشغالين دول القوة ودول العز ودول العز دول رضعي من اطهر بز من اطهر بز هز يا دفع عيرانك هز واحنا وراك ملايين جايين دول مين ودول مين دول مين دول مين دول اولاد الفنانين دول مين ودول مين دول اولاد الفلاحين دول يا سيد اولاد الشهداء اولاد الشهداء دول الثار لا ينام ولا يهدى ينام ولا يهدى خلي ترابك يسكن يهدى ويضم الشهداء الجايين دول مين ودول مين دول مين ودول مين دول اولاد الشلاحين دول مين شكرا الباهي. ملا نتعدوا للفقره اللي من بعد.